هنا وكأنك تسأل في السؤال تقول أيهما أفضل، المشي على الأقدام أم الذهاب بالسيارة؟ لا شك أن المشي على الأقدام أفضل من الذهاب بالسيارة. قال عليه الصلاة وأتم التسليم: من قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. قال عليه الصلاة والسلام عند الطبراني: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع وأنصت ولم يلغو الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من مشى إلى الصلاة المكتوبة فله بكل خطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يوضح ذلك قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات. وقال في الكفارات: إسباغ الوضوء على المكاره، أو قال في السبرات: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والثلاث الدرجات: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. والأدلة في ذلك كثيرة وهي أكثر من أن تحصى. فلا شك أن المشي أعظم من الركوب. نعم. ما في مانع هنا، ما في مانع هنا أن يذهب بالسيارة لكي يدرك الجماعة ويدرك تكبيرة الإحرام، فنقول هذا إدراك الجماعة واجب، والمشي إلى الصلاة على الأقدام سنة والحمد لله. وإذا تعارضت السنة مع الواجب، القواعد تقول علينا أن نقدم الواجب.